نحو نصف سكان سوريا يتأثرون بأزمة الجوع التي تواجهها، وبرنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر واصفاً الوضع بغير المسبوق. فأكثر من 9 ملايين سوري من أصل نحو 17 مليون نسمة يعانون انعدام الأمن الغذائي، واقع فرضته أسعار السلع الغذائية التي بلغت مستويات قياسية لم تشهدها سنوات الأزمة التسع. عن هذه يعني المعاناة نتحدث الليلة مع ضيفنا من دمشق، مستشار رئاسة الوزراء الخبير الاقتصادي دكتور عبد القادر عزوز. دكتور عبد القادر، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار. يعني ما ورد في هذه المقدمة يعكس حقيقة أنه بالفعل المواطن السوري لم يعش هذه الأزمة حتى في سنوات الحرب الماضية، وبالتالي ما الذي يجري الآن في الحقيقة، وكيف تبدو حياة السوريين ومعاناتهم مع الغلاء الكبير في الأسعار حاليا؟ مساء الخير لك ولجميع العاملين في سكاي نيوز والأخوة المشاهدين. يعني أعتقد بأنه اليوم ما تم عرضه أغفل حقيقة مهمة، وهي الأسباب التي أوصلت إلى أن تعاني سوريا من ضائقة اقتصادية وضائقة معيشية، رغم أن كل معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التنمية البشرية قبل الحرب كانت تؤكد على أن سوريا تحقق اكتفاء ذاتيا وتحقق أمنا غذائيا أيضا جيدا. فاليوم أعتقد بأن سرقة موارد الشعب السوري ومنع الحصول على موارده وحرق محاصيله وإجراءات لا قانونية فيما يتعلق بتشريع سيزر خارج إطار تدابير الأمن يعني القانون الدولي وتدابير مجلس الأمن وغيرها، كلها لا شك تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية، باعتبار أنها اليوم تحاصر سوريا من جميع الجهات ولا تستثني. يعني لا يمكن أن نجد حتى نوع من البعد الإنساني فيما يتعلق بجوانب الردع الاقتصادي وغيره، بل وجدنا بأنها طالت مختلف جوانب الحياة. مع ذلك سوريا لم ولن تدخل في واقع المجاعة على الإطلاق. سوريا لديها واقع واقتصاد إنتاجي، نعم هو يعاني في إطار التعافي الاقتصادي، لكن بالنتيجة هناك إجراءات وتدابير تتخذها الدولة على مختلف المستويات، سواء لجهة واقع الإنتاج المحلي والتحقيق يعني دعم كامل للقطاع الزراعي، وتشبيك أيضا بين مدن الإنتاج ومواقع الاستهلاك، خاصة مع تحرير مدينة حلب من الإرهاب والإرهابيين، بالإضافة أيضا لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية مع أصدقائنا والكثير أيضا. سأعود دكتور عبد القادر، سأعود معك إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في هذا الإطار، وتحديدا في مسألة ضبط الأسواق. لكن يعني أشرت إلى مسألة مهمة، أنه يتم سرقة موارد الشعب السوري، وبالتالي هذه نقطة أساسية جدا اليوم يعاني منها المواطن. هل يمكن أن نشير من هي الجهات اليوم التي بالفعل تسرق هذه الموارد اللي معروفة سوريا أنها غنية فيها؟ يعني الكل يعلم والعالم جميعا يعلم بأن ميليشيا قسد والاحتلال التركي والشركات العسكرية الأمنية الخاصة المدعومة أمريكيا وبريطانيا وغيرها، كلها توفر الدعم للكثير من الميليشيات والجماعات في إطار يعني ما يسمى اقتصاد الحرب وتحقيق موارد واقتصادات وكيانات موازية لمنطقة الدولة، وكلها يعني عبارة عن ميليشيات وكنتونات تدين بالولاء للقوى الخارجية لمن وفرت لها بشكل أو بآخر عملية الارتزاق وعملية النهب وسلب موارد الشعب السوري. بالنتيجة هذه ليست ملك لسلطة، هذه موارد جماعية ملكية عامة لجميع أبناء سوريا، سواء يعني آبار النفط أو الغاز أو أيضا مياه السورية، وكذلك محاصيل القمح ومختلف الموارد الطبيعية. في ظل هذه الحقائق دكتور عبد القادر، ما الدور المنتظر من قبل الدولة؟
تحديدا في مسألة يعني ضبط الأسواق، في التقارير الأخيرة اللي تابعناها من الداخل السوري التجار يعزون ارتفاع الأسعار إلى تكاليف النقل وأجور العمال، فيما الناس تقول إنه الأسعار تتبدل بين ليلة وأخرى، وبالتالي اليوم ما المطلوب من قبل الدولة لضبط كل ذلك؟ لا شك بأنه خلال الفترة الماضية يعني شهدت سوريا حرب نفسية دعائية تتعلق بسوق المضاربة الوهمية بسعر الصرف، وتذرع البعض أيضا من ضعاف النفوس بهذه المسألة من أجل تبرير رفع الأسعار. ووجدنا بأن هناك كانت إجراءات يعني لعدم الربط، وجرى أيضا إجراءات لضبط هذا التضخم الغير مبرر اقتصاديا أيضا في سعر الصرف. وبالمقابل اليوم الدولة تولي الأهمية الأساسية ليس لمسألة سعر الصرف بمقدار ما دعم القطاع الإنتاجي والبحث عن أدوات كما أشرت بأدوات دبلوماسية اقتصادية وتحفيز الكثير من الدول خاصة في إطار سياسة التوجه شرقا للفرص الاقتصادية الموجودة في سوريا في مرحلة إعادة الإعمار. نعم، شكرا جزيلا للخبير الاقتصادي ومستشار رئاسة الوزراء الدكتور عبد القادر عزوز على المشاركة معنا من دمشق الليلة.